تلویزیون الغربیه، شیخ علامه رافر رفایی مفتی دیار عراق. تهدیدات مالکی با موشک‌های حاوی گاز اعصاب که اربابان مالکی در تهران به او داده‌اند انقلابیون را تکان نمی‌دهد. ما در مسیر خودمان به پیش می‌رویم. و هذا المالكي واركان حربه والميليشيات المندمجه معه والتي تعمل باشاره اسيادهم في قم وطهران، لذلك يتوقع من المالكي أنه لو كان يمتلك قنبلة ذرية اليوم لاستعملها، لأن العراقيين قد درسوا عقلية هذا المتخلف، هذا الفاشل، هذا المتردي الذي لا يصلح أن يقود ثلاثة من الرجال، ولكن سلم بيده زمام هذا البلد فأفسده من أوله إلى آخره، فلا تكاد تجد جزءا من أجزاء هذا البلد صالح. نحن نتوقع كل شيء، والمجاهدون المرابطون في سبيل الله في مدينة الفلوجة وأكنافها، هؤلاء في رباط يرضي الله ورسوله ويقر عين الرسول صلى الله عليه وسلم ويقر عيون المؤمنين، هذه الوقفة وقفة شرف لا يزعزع أقدامهم التي رسخت بتقوى من الله، لا يزعزعها تهديدات المالكي بصواريخ يسانده بها أسياده من ملالي طهران، من أتباع ولاية الفقيه، من هذه الثلة المتخلفة الحاقدة على العراق وأهله. نحن ماضون في طريقنا والمجاهدون ماضون وهم أسياد الموقف. نحن ثابتون بثبات أبنائنا، بثبات رجالنا، بثبات الشباب الذين صدقوا ما عاهد الله عليه. نحن ثابتون بما عاهدنا عليه الله سبحانه وتعالى بأن لا نذل ونحن مسلمون، بأن لا نرضى بالدنية ونحن مسلمون، يقال لنا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نحن لن نتقاعس في بث قضيتنا إلى العالم، ونحن في حركة دائمة مستمرة، ولكن العالم اليوم كأنه وضع في أذن طينا وفي الثانية عجينا، وقد صم عينه تعتيم الإعلام الساهد من أول ما العمليات ودعوى داعش وغير داعش، كل ذلك كذب وافتراء والكل يعلمه، واليوم العالم يصم أذنه عن استعمال هذه البراميل غير الموجهة التي تسقط على رؤوس الأطفال والنساء، ولكن نحن نعلم ونؤمن بمقتضى قول الله سبحانه وتعالى، فالنفير العام واجب على كل مسلم قادر على حمل السلاح، لأن هذا هو رد للصاهل، وهذا الصاهل هو جند المالكي وجيشه وميليشياته ومن لف لفهم من حلف الغادرين الذين تواطؤوا مع هذه الثلة المجرمة، بائعين لأغراضهم وبائعين لدماء أهلهم بثمن بخس. لذلك نحن نحث أبناء المحافظات المنتفضة بأن يقفوا موقف الأبطال، موقف الرجال الذين لا يريدون إلا وجه الله عز وجل. وأحيي اليوم مواقف أبطالنا في الموصل الحدباء الذين لقنوا جيش المالكي درسا لن ينساه أبدا، وهذا أول الغيث كما نعلم، وإن شاء الله أول الغيث قطر ثم ينهمر، وهكذا ابتدأت واستمرت شرارة سامراء، وتحركت صلاح الدين، وتحركت الطارمية والمشاهدة، وهذا ما نرجوه من أبنائنا وإخواننا في كل المناطق لرفع الزخم عن الفلوجة والقرمة وما حاذى هذه المناطق. We'll be right back.